محمود فقيه الصحفي في جريدة النهار اللبنانية هو من أوائل الناشطين الذين شاركوا بانطلاقة شرارة احتجاجات 17 من أكتوبر مع ما رافقها من اعتداءات طالت الإعلاميين. كل الأنظمة القمعية بتخاف كثير من الصحافة، بتخاف من الكلمة الحرة، وخاصة أنه نحن أصبحنا أمام عالم مفتوح، بطل في حدود لهذه الكلمة، هذه الكلمة والحقيقة بطلت ملك حدا، بطل في حدا يزور التاريخ، والصحافي هو المؤرخ الذي يكتب التاريخ في هذا العالم. يشير تقرير أصدرته منظمة مراسلون بلا حدود بالتعاون مع مؤسسة سمير قصير إلى أن 12 عائلة سياسية أو حزبية تمتلك معظم المحطات التلفزيونية المحلية، الأمر الذي ينعكس بشكل خطير على حرية التعبير والمحتوى. التدخل السياسي قد يكون أول تأثير له هو تأثير مهني، أي أن المراسل لا يستطيع أن يمارس مهنته طبقا للمعايير المهنية والأخلاقية، وبالتالي لا يمكن له أن ينتج محتوى إن كان مصور أو مكتوب يراعي الموضوعية، بل سوف يكون محتم عليه تطبيق سياسة التحرير، سياسة التحرير الممولة من جهة سياسية. من رحم الانتفاضة الشعبية ولدت نقابة الصحافة البديلة بعدما فشلت نقابتي الصحافة والمحررين من صون حقوق الصحفيين والدفاع عنهم في وجه الكثير من الانتهاكات التي يتعرض لها الإعلاميون. أصحاب المؤسسات لازم يصير في ضغط عليها لحتى ما بقى ترتاح هالقد تنتهك حقوق العاملين والعاملات بالقطاع الإعلامي. يعني هلأ بالإضافة للانتهاكات الأمنية اللي شفناها، يعني عم نشوف هلأ قد ايه الانتهاكات الاقتصادية إلى تزايد بمعظم الوسائل الإعلامية بلبنان، ومين عم بيدافع عنهم؟ وين النقابات بتدافع عنهم؟ بتلاقي النقابات عم بتدافع عن أصحاب المؤسسات وأصحاب المصارف بدل ما تدافع عن هالعمال اللي عم بيشتغلوا تقريبا ببلاش. لا يزال مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية يمارس دوره الأمني بحق الصحفيين منتهكا حق التعبير. حقوقيون سجلوا منذ بداية العام الحالي أكثر من 80 انتهاكا من ضرب وشتم وإطلاق الرصاص المطاطي والحي على الصحفيين خلال تغطياتهم الميدانية. مقابل الانتهاكات التي يتعرض لها الجسم الإعلامي في لبنان، لا يزال القانون اللبناني عاجزا عن حماية هؤلاء في وقت تنشط فيه منظمات حقوقية لاستصدار قانون جديد للإعلام يصون حرية التعبير والرأي. سحر أرناؤوط، الحرة، بيروت.